هنا الآية المهمة مركزية في معرفة التقوى، وهي آية عالمية. أو طبعا القرآن ذكر العالمين والرسول رحم العالمين، لكن هذه الآية من الآيات التي تخاطب جميع الناس من ذكر وأنثى، كل مولود من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا واضح أنه كل الناس وليس بعضهم، صح ولا لا؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف الجسد يعني النسبي، التعارف العلمي، التعارف الخبراتي، التعارف العملي، كل التعارف، لأن الله يريدنا في الأرض أن نعمر هذه الأرض بالمعلومات، بالمادة، بسبل السعادة. أعطانا إمكانات هائلة، لماذا لا يتعاون الناس؟ يقول لتعارفوا، ثم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هذه لابد أن نقف عندها. لماذا؟ لأن الشعور العام عندنا بأن التقوى لا تكون إلا من مسلم، صح ولا لا؟ وأن غير المسلم أصلا لا ليس من المتقين. الله ما يقول كذا، الله يقول أكرم كل مولود من ذكر وأنثى مسلما أو غير مسلم. غير المسلم مولود من ذكر وأنثى، صح ولا لا؟ قطعا الأكرم من هؤلاء جميعا عند الله هو المتقي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومعنى أكرم سيأتي بالعباد مكرمون في جنات مكرمون. الكرامة كبيرة عند الله، ولقد كرمنا بني آدم، هذه كرامة أرضية، كرامة يعني في الخلق. إذن السؤال، هل يمكن غير المسلم أن يكون من المتقين والمسلم أن لا يكون متقين؟ ممكن. الله، نعم ممكن، إذا عرفنا معنى التقوى وآمنا به كما أنزل الله، لأنه كف الأذى والعدوان المعنوي والمادي وكررناه. يعني بمعنى قد يكون واحد في وسط الهند أو في جنوب الأرجنتين أو في شمال هولندا، قد يكون وهو غير مسلم، قد يكون عند الله أكرم من مطوع ليل نهار يخطب في مشروع الشيطان، العداء والبغضاء والسوء والفحشة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقرآن عالمي، هو ذكر للعالمين، بس نحن جعلناه ذكر للمسلمين ولا ذكر المسلمين. ولذلك خذوا ما آتيناكم بقوة، ما أخذناه بقوة، أخذناه باستخفاف، في أفكار مسبقة وأهواء مسبقة، حزبيات مسبقة، مذاهب مسبقة، سياسات مسبقة، خلص. ثم نأخذ القرآن ليمشي معنا في هوانا وفي اعتدائنا وفي هذا ظلم للقرآن الكريم. ومن أظلم ومن افترى على الله كذبا؟ من أظلم؟ الله هو السائل، وفي السؤال الجواب. إذن يا أيها الناس، هذه الآية في سورة الحجرات، يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله لا يتقبل إلا من المتقين. إذن قد يتقبل من غير مسلم ولا ما يتقبل؟ إذا كان متقيا يتقبل منه. قد لا يتقبل المسلم، نعم قد لا يتقبل منه إذا كان ليس متقيا، وإنما معه ألفاظ وعبادات يعني وشعائر وأشياء لا يحقق غاياتها. معظم شعائرنا وعباداتنا ترون مقطوعة الرؤوس، صلاة بلا ذكر، صيام بلا تقوى، حج بلا تقوى، هو كل ما يأمرنا الله بشيء له رأس. فإذا قطعنا هذا الرأس أصبحت جثة، أصبحت عباداتنا وشعائرنا التي نسميها طبعا العبادات نسميها أو الشعائر نسميها عبادات ماشي، أصبحت جثث